قول لي بقى ايه ايه تاني؟ احنا كنا بنقول اولا المحاضره اللي انا لسه او الجزء اللي انا لسه مخلصه ده يعتبر الجزء النظري فيه ثلاث حاجات. اول حاجه النارو باند اف ام وبي ام جنريشن، يعني ده النارو باند بي ام وده النارو باند اف ام، شرحنا مش كده؟ خلاص المعادلات والرسم، المعادلات والرسم. والجزء الثاني ده الجزء الاولاني، الجزء الثاني الدايت جنريشن بتاع الاف ام اللي هو الوايد باند اف ام اللي هو باستخدام الفي سو. فطبعا الفي سو ده والكلام اللي انا كاتبه ده شباب تقدر تختصره عن كده كمان، وهو ده اللي انا قلته اصلا، يعني هو ده اللي انا بقول فيه ان الفاراكتور بيتغير از كاباستور. يعني بص الكلام اهو بقول لك ريفرس بايس سيمي كوندكتور دايت acts as a capacitor whose capacitance varies linearly with the bias voltage. مين البايس فولتج بقى؟ اللي هو الام اوف تي نفسها. فهتلاحظ وانت بتقرا الكلام ان الكلام ده هو ده اللي انا قلته اصلا، يعني فاهم قصدي يا باشمهندس كده؟ لخصه انت بشكل ابسط من كده ما عنديش مشكله خالص واشرحه. ده الدايركت ايه جنريشن. وبعد كده بقى الدي موديليشن. دي موديليشن ده شرحت ابسط طريقه اللي هي الديفرنشيتور ميثود، اللي هي او الديفرنشيتور اف ام دي موديليتور اللي هي بتعتمد على التفاضل، وقلت لك ان انت لما بتفاضل الانفورميشن بتظهر في الامبليتيود بالاضافه الى انها اوريدي موجوده في الفريكوانسي. فاصبح الرسمه اللي قدام حضرتك دي لو انت مركز فيها هتلاحظ ان الفريكوانسي بيتغير وكمان الامبليتيود بيتغير. وبالتالي انا هنا اصبحت عندي ميزه ان ممكن اعمل ديتكت من الفريكوانسي وممكن اعمل ديتكت من الامبليتيود. فانا اخترت الطريقه السهله انه التفاضل بيديني الادفانتج ان انا اقدر اديتكت من الفريكوانسي او من الامبليتيود زي ما انا عايز. فانا قلت خلاص هنحط نفس الانفلوب ديتكتور اللي كنا خدناه قبل كده ان هو ده اللي يديتكت الايه الامبليتيود. ماشي كده يا باشمهندس؟ طيب هنا انت مطالب بس بالرسم اللي قدامك ده والبلوك دايجرام. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا مش هطلب منك في الامتحان ان انت لو انا جاي الديفرنشيتور اف ام وانت بتشرح الديفرنشيتور اف ام هتكتفي بان انت ترسم البلوك والرسم والشكل ده. حلو كده؟ ده اللي بيوضح ان الامبليتيود بيتغير لينير مع الفريكوانس، لانه اصبح ان الانفورميشن اهي موجوده في الامبليتيود غير انها موجوده في الفريكوانس. انت بقى دلوقتي بتسالني طب انا ممكن اسالك على الانفلوب بتاع الاي ام؟ اه طبعا الانفلوب بتاع الاف ام ما يفرقش حاجه عن الانفلوب بتاع الاي ام. معايا يا باشمهندس؟ بس لو انا جبته جوه الاف ام مش هدخلك في تفاصيل زياده، وبالتالي هو ده بس اللي مطلوب منك. اما لو جبت الانفلوب في الاي ام ممكن احط لك فيه حته مساله وتطبق القانون كده. اجابه السؤال بتاعك وصلت ولا لا؟ تمام يا دكتور، تمام، شكرا. ماشي طيب اوكي خلاص نبتدي بقى المحاضره بتاعتنا. طبعا الشيتات خلي بالكم من حاجه، انت عندك ثلاث شيتات، الثلاث شيتات دول مغطيين كل حاجه انا شرحتها ما عدا المحاضره بتاعت البلس موديليشن اللي انا هتكلم عليها دي. طب المحاضره دي انا قلت ان ليها مسالتين انا اللي هحلهم المره الجايه معاكم ان شاء الله. ماشي؟ بالاضافه للمسالتين دول اي مسائل جوه الشيت ما اتحلتش من المعيدين او اتحلت فيها مشكله او ايا كان تقدروا تبعتوا لي ارقامها مثلا مع مندوب الدفعه وانا هحلها لكم مع المسالتين اللي انا هقول لهم. المعيدين هيقفلوا معاكم لغايه شيت لغايه شيت خمسه بس، اربعه وخمسه وسته اللي هم الثلاث شيتات اللي انا منزلها. ماشي؟ اللي هو لغايه الاف ام يعني والبي ام. اما البلس موديليشن ده انا اللي هحل عليه المسالتين المره الجايه، هم مش هيحلوهم في السكشن. الحاجة الأهم بقى اللي عايز أقولها إن فيكم ناس عندهم سكاشن بكرة، في ناس عندها سكاشن بعد بكرة وهكذا. كل السكاشن موجودة، مفيش حاجة هتتلغي، وأنا كلمت البشمهندسين مفيش ولا سكشن هيتتلغي. كل السكاشن الناس هتيجي وتكمل حل عادي. خلاص يا شباب كده؟ قفلنا الكلام ده ولا نبتدي ولا في حد عنده سؤال تاني؟
ماشي، مفيش حد عنده سؤال دكتور. طيب معلش نعم. دكتور يعني كده حضرتك قصدك ان الانفلوب بتاع الاي ام انا مطالب بالرسمه بتاعه الريبل والرسمه بتاعه اللي هي كان اسمها ديستورشن دي والرسمه الثالثه اللي هي كانت الجنرال والسيركت بتاعتهم والقوانين بتاعتهم والمساله اللي هتيجي على اخر قانون، صح كده؟ ده في الاي ام. في الاي ام في الاف ام لا، الموضوع ابسط من كده، لان انت هتذكر الانفلوب ده جوه الاف ام مجرد ذكر بس، زي ما انا عملت كده في الشرح، فهم؟ تمام، لكن قصدي اللي انا بتكلم عليه كاي ام اللي انا قلته ده، بس انا المطالب بيه اللي هم الاربع رسومات بيهم السيركت والقوانين والمساله اللي على اخر قانون. بالظبط كده. تمام. طيب نبتدي بقى في البلس موديليشن. يفرق ايه البلس موديليشن عن الامبليتيود موديليشن والانجل موديليشن؟ خلي بالكم الاول انترودكشن سريع، احنا كنا بنقول ان البلس ان الكونتينيوس ان الاي ام والاف ام دول والبي ام دول اساسا الثلاث انواع دول اسمهم كونتينيوس ويف موديليشن. طب ليه كنا بنسميهم كونتينيوس ويف موديليشن؟ لانه الكارير نفسه كان ساينسويدال سيجنال، فالساينسويدال سيجنال معروف انها ايه؟ انها كونتينيوس ويف، خلاص؟ فده سبب تسمية الاي ام والاف ام والبي ام، يعني التلاتة اصلا اسمهم في الاساس كونتينيوس ويف موديليشن. ولو رجعتوا لاول محاضرة في الاي ام والاف ام والبي ام هتلاحظوا ان انا قلت ان النوع الموديليشن نفسه اسمه كونتينيوس ويف موديليشن، وجواه انواع اللي هي الاي ام بانواعه والاف ام والايه والبي ام. الكونتينيوس ويف موديليشن بيعتمد على ان انت بتغير بارامتر من الساينسويدال كارير ويف ده مع المسج سيجنال او الانفورميشن سيجنال بتاعه. وطبعا البارامتر بتاع الساينسويدال دي يا اما الامبليتيود وبالتالي يبقى نوع الموديليشن اي ام، يا اما الفريكوانسي ويبقى نوع الموديليشن اف ام، يا اما الفيز ويبقى نوع الموديليشن بي ام. طيب ده الكونتينيوس ويف موديليشن. البلس موديليشن بقى اللي احنا عايزين نشرحه ده ايه اللي بيحصل فيه؟ قال لك البلس ده هنغير بارامتر برضه بس الكارير مش ساينسويدال. امال الكارير ايه؟ الكارير بلس تريل. يعني ايه بلس تريل؟ يعني عباره عن بلسز بريودك بالشكل ده كده، ده الكارير يا شباب. يبقى الكارير قدام عينيك دلوقتي عباره عن ايه يا شباب؟ ترين اوف بلس، ماشي؟ بلسز بريودك بالشكل ده، ده اصبح الكارير بتاعي. طب الكارير ده ليه بارامتر ولا ملوش؟ ليه طبعا، ماشي؟ وبالتالي انا هغير واحده من البارامتر بتاعه البلس ديت مع مين؟ مع الانفورميشن. ركزوا كويس قوي لان المحاضره دي انت كانك اصلا بتريفيو على الاي ام والاف ام والبي ام بس باسلوب تاني. ليه؟ لان الكارير ده ايه البارامتر اللي فيه؟ الكارير ده يا شباب فيه ثلاثه بارامتر. ايه هما الثلاثه بارامتر؟ اول حاجه البلس دي يا شباب ايه البارامتر بتاعتها؟ يعني اي بلس عموما البارامترز بتاعتها ايه؟ حد يقدر يتوقع معايا كده ولا الموضوع صعب؟ ادي البلس اهي. ايوه، اول حاجه ليها امبليتيود، صح؟ وليها ايه كمان يا باشمهندس؟ فريكوانسي. تايم وباند. لا مش فريكوانسي بقى، ليها امبليتيود، ده رقم واحد زي ما انت قلت، صح؟ وليها ويتس. البلس نفسها ليها عرض، ليها بلس ويتس، بلس ويتس، خلاص؟ بيسموها يا شباب يا اما بلس ويتس يا اما بلس ديوريشن، ماشي؟ يبقى ده البارامتر الثاني. ايه البارامتر الثالث بقى؟ البلس دي سنتر فين يا شباب دلوقتي؟ زيرو. ها؟ عند الزيرو. انا ممكن اشفتها يمين او شمال، يبقى ليها بوزيشن مختلف، فهو ده البارامتر الثالث. يبقى اي بلس ليها كام بارامتر يا باشمهندس؟ ها؟ امبليتيود ويتس او ديوريشن. خلي بالك كلمه ديوريشن دي بنقولها ويتس او ديوريشن، يعني يا تقولها ويتس يا تقولها ايه؟ يا تقولها ديوريشن، خلاص؟ ماشي. يا اما بوزيشن، دول الثلاثه بارامتر. الامبليتيود ده شبه الاي ام، الويتس شبه الاف ام، والبوزيشن شبه البي ام، ماشي؟ طيب
طيب بتغير بارامتر من الثلاثه دول مع الانفورميشن. مع مين؟ مع الانفورميشن. طيب مع الانفورميشن نفسها في مشكله صغيره عندنا، اتمنى الناس تركز عشان تفهمها في كلمتين قصاد وما نسالش تاني. ادي الانفورميشن مثلا شباب، ادي الانفورميشن اهي خلاص. انت عايز تغير البالس ويتس او البالس امبليتيود. الانفورميشن دي انت بتغير البارامتر ده مع مين؟ مع الامبليتيود بتاع الانفورميشن، صح كده؟ ماشي. المشكله في كام امبليتيود في الانفورميشن دي؟ حد يقدر يجاوبنا يا شباب؟ في كام ديفرنت امبليتيود؟ عدد لا نهائي. حلو. فقال لك ازاي هتقعد تغير في الويتس والامبليتيود لعدد لا نهائي؟ الموضوع مش هينفع. فيعمل ايه؟ قال لك ام اوف تي دي انا هعمل حاجه فيها. هتعمل ايه؟ قال لك هحولها لديسكريت. طبعا دكتوره نانسي ادتكم الكونتينوس والديسكريت، فالناس بقى المفروض تبقى فاهمه او تركز فتفتكر وتفهم ان السيجنال دي انت هتاخد منها سامبلز، مش هتاخدها كلها. اهي سامبل، ها سامبل. اذا انا خدت كل الامبليتيود بتاع الانفورميشن ولا سامبلز منها؟ سامبل. حلو. السامبل كبيره يبقى الويتس كبير، السامبل صغيره يبقى الويتس صغير. فهمت احنا هنعمل ايه ولا صعب؟ طيب السؤال بقى، السامبل دي هتاخدها كلها قد ايه؟ يعني السامبل دي كلها قد ايه؟ كل تي اس. يبقى انا هاخد سامبل كل قد ايه يا شباب؟ كل تي اس. طبعا دكتوره نانسي لما كانت بتشرح الديسكريت يا شباب معايا ولا ايه؟ دكتوره نانسي لما كانت بترسم لكم الديسكريت يا شباب كانت بتكتب 0 تي اس 2 تي اس 3 تي اس ولا كانت بتكتب ايه؟ حد فاكر؟ ها؟ حد فاكر؟ كانت بتكتب السامبلز 0 عند الواحد صح؟ وعند الاثنين مظبوط ولا ايه؟ وكانت بتحط لكم هنا ان، كانت بتسمي دي اكس اوف ان، صح كده؟ مظبوط ولا ايه؟ مظبوط يا دكتور. تمام، ايه الفرق بقى بين اللي كان دكتور نانسي بترسمه ده وبين اللي انا رسمه ده؟ هو هو، بس الفرق ان دكتور نانسي هنا كانت فرضه ان انت عامل نورماليزيشن للتي اس، يعني كان التي اس دي بواحد. فهمتوا؟ لكن انا هنا دلوقتي مش هينفع افرضها بواحد. انا هنا هاخدها في الاعتبار. فهو ده الفرق بين اللي دكتور نانسي قالته واللي انا بقوله، ان دكتور نانسي كانت عامله اسامبشن، لان ده الطبيعي لما بنيجي نشرح الديسكريت لازم بنفترض التي اس بواحد ونبتدي نشرح لك الديسكريت، وبعد ما تفهمه نرجع بقى نقول لك لا التي اس مش هينفع تبقى واحد، التي اس هيبقى ليها فاليو. فهو ده الفرق. بعد ما اخد السامبلز دي هتبتدي تقول لي ايه بقى؟ يا اما غير الامبليتيود مع السامبلز، يا اما غير الويتس او الديوريشن مع السامبلز، يا اما غير البوزيشن مع السامبلز. وهو ده اللي انا كاتبه، ان وان بارامتر اللي هو لايك الامبليتيود والديوريشن والبوزيشن از فاليد اكوردنج ويز مين السامبل فاليو. يبقى انا حددت اقول ان انا بغير مع السامبل فاليو مش مع الانفورميشن ان جنرال، لا ده تحديدا مع مين؟ مع السامبل فاليو. طيب عشان كده لازم نعرف في الاول هو احنا بنعمل سامبلنج ازاي، لان المفروض ان انت تسال سؤال مهم جدا، هل السيجنال اي سيجنال في الدنيا هل هي اصلا ديسكريت ولا اصلا كونتينوس؟ اي سيجنال يا شباب الاوريجينال فورم بتاعها انها ديسكريت ولا كونتينوس؟ اي سيجنال الاوريجينال فورم بتاعها انها كونتينوس، يعني الطبيعي انها كونتينوس. انت بقى اللي بتحول الكونتينوس دي لايه؟ لديسكريت. بتحولها ازاي؟
هي دي السامبلينج بروسيس. ان انت عندك هنا دي اسمها ايه؟ ام اوف تي. دي السيجنال الاصليه اللي هي الانفورميشن المسج. دي بقى بنسميها ايه؟ بنسميها الام اس اوف تي. اللي هي مين بقى الام اس اوف تي دي يا شباب؟ اللي هي بنسميها السامبل سيجنال. بنسميها ايه؟ سامبل سيجنال. معايا يا شباب ولا في مشكله كده؟ ها معايا؟ معاك ده. طيب السامبل دي سيجنال دي بنجيبها ازاي؟ هي نفسها الكونتينيوس بس مش باخدها كلها. باخد منها ايه زي ما انا شرحت من شويه؟ باخد منها سامبل اتنين تلاته، باخد منها بقى سامبلز. السامبلز دي مش باخد السيجنال كلها، باخد السامبلز عند تايم محدده، يعني الان بتوين ما بقاش موجود خلاص. انا هاخد مثلا السامبل دي واخد بعدها السامبل دي، يبقى ما بين دي ودي خلاص دول انا مش عايزهم. فهمتوا كده؟ طب السامبل دي انا قلت هاخدها كل قد ايه؟ لسه قايلين كل تي اس. تي اس نفسها اسمها ايه؟ اسمها السامبل تايم او السامبل انترفال. يعني يتقول عليها سامبل تايم، يتقول عليها سامبل ايه؟ انترفال. السيجنال الاصليه دي ليها باندويتس ولا ملهاش؟ السيجنال دي يا شباب ام اوف تي ليها باندويتس ولا ملهاش؟ ليها باندويتس. التي اس دي بقى مقلوبها ايه؟ مقلوبها اف اس. يبقى انا عندي اف اس بتساوي ايه يا شباب؟ واحد على التي اس. الاف اس بقى اسمها ايه؟ يا اما تقول عليها السامبل فريكوانسي، يا اما تقول عليها السامبل ريت. يعني يا تقول فريكوانسي يا تقول ريت، الاثنين صح مش فارقه. ماشي؟ طيب ايه، هل في ريليشن بين اف اس وبين البي اللي هو الباندويتس بتاع السيجنال الاصليه؟ هل في ريليشن بين اف اس اللي هي مقلوبه تي اس اللي انت بتاخد عندها السامبل وبين الباندويتس الاصلي؟ اه. قال لك الفكره انه انت حولت الكونتينيوس دي لديسكريت. حلو؟ حولت الكونتينيوس لديسكريت. السؤال بقى لما حولت الكونتينيوس لديسكريت، انت لازم بعد ما تخلص ترجعها تاني ايه؟ يعني لو فرضنا ان الكونتينيوس ده كان صوتك وانا حولته لديسكريت عشان ابعته، بعد ما تبعته لما يجي لي عند الريسيفر هل ينفع اسيبه ديسكريت واسمعه ولا لازم احوله كونتينيوس عشان اعرف اسمعه؟ لازم احول. حلو، لازم ترجعه تاني كونتينيوس عشان تعرف تسمعه. الكونديشن اللي لازم يتحقق عشان تعرف تعمل ده ان الاف اس تكون اكبر من 2 بي. يعني انت عارف بي وبالتالي تقدر تعرف 2 بي بكام، لازم الاف اس بقى تكون اكبر من 2 بي عشان تعرف ترجع الديسكريت ده كونتينيوس تاني فين؟ عند الريسيفر. المفروض اكبر من او يساوي، اكبر من او ايه؟ او يساوي، يعني ينفع اشتغل عند الايكوال. يعني الايكوال نفسها بيسموها المينيموم سامبلنج ريت او النايكوست سامبلنج ريت. يبقى ايه النايكوست يا شباب؟ ايه النايكوست ريت؟ اللي هو حاله الايكواليتي، ودي اقل فاليو ينفع تشتغل عندها. باشمهندس اللي رد عليا، اقل فاليو ينفع تشتغل عندها عشان ايه يحصل؟ ها تقدر تقول لي انت لسه قايل يعني دي اقل فاليو لازم ما تقلش عن ده عشان تضمن ايه؟ لا اقدر احوله وارجعه. ايوه، عشان تقدر ترجع الانفورميشن تاني من الديسكريت للكونتينيوس، ترجع لاصلها. لازم يبقى ده المينيموم، يا تشتغل عنده يا تشتغل عند اعلى منه، لكن اقل منه ما ينفعش. طيب في كام نوع للسامبلنج؟ في ثلاث انواع للسامبلنج. ثلاث انواع. الايديال سامبلنج ده الموضوع سهل خالص خالص خالص. انت عندك ادي الانفورميشن الاصليه، عايز تعمل ايه؟ عايز تعمل لها سامبلنج. ادي الانفورميشن اهي وعايز اعمل لها ايه؟ سامبلنج. هنعمل ايه؟ هنضربها في دلتات.
مش دكتور نانسي شرحت لكم الدلتات ولا ايه؟ مش خدتوا يعني ايه دلتا فانكشن ولا لا؟ تمام. انا طبعا متاكد ان انتوا خدتوها، بس انا بسال عشان اتاكد الناس فاكره ولا لا. ها شباب فاكرين ولا ايه؟ يبقى دي ام اوف تي ماشي، وده الدلتات اللي انت هتضرب فيها. بيسموا الدلتات دي، الناس معايا ولا نامت ولا ايه؟ مع حضرتك يا دكتور. حلو. الدلتات دي بنخلي الامبليتيود بتاعها واحد. طبعا انتوا عارفين ان ده ما كانش اسمه الامبليتيود، كان اسمه الاسترينث بتاع الدلتا لو فاكرين يعني. ماشي، انا نخليه بواحد. والدلتات دي هتبقى بتتكرر كل كل تي اس. بنكتبها ازاي الدلتات دي؟ الدلتات دي يا بنكتبها كومب فانكشن. كومب فانكشن، كلمه كومب دي يا شباب اللي هي اسنان المشط. فانت عارف الدلتات دي بتبقى عامله زي المشط كده بتاع، كلنا عارفين المشط، فدي زي الاسنان بتاعته كده، فبيسموها كومب. بيديها سافكس تي اس اللي هي البيريود بقى، ان الدلتات دي بتتكرر كل ايه؟ كل تي اس، تي اس 2 تي اس 3 تي اس اند سو اون. يا تكتبها كده يا تكتبها سمشن من اي بتساوي سالب ما لا نهايه ما لا نهايه بتاع دلتا اوف تي ناقص اي تي اس، برضو هي دلتا والاي ده اندكس، فتقعد تحط الاي بزيرو تديك دلتا اوف تي اللي هي عند الزيرو، تحط اي بواحد تديك دلتا اوف تي ناقص تي اس اللي هي الدلتا المتشفته عند تي اس، تحط ان ب 2 اي ب 2 سوري تديك الدلتا اوف 2 تي اس تي ناقص 2 تي اس اللي هي الدي. لو حطيت الاي نيجاتيف هيبقى الشيفت الناحيه الثانيه، عشان كده انا عمال اقول لكم الدلتات دي ايه يمين وشمال. لو حضرتك ضربت الام اوف تي اللي هي الانفورميشن في الكومب فانكشن اللي هو الكارير بتاعك، هيطلع حاصل الضرب ايه؟ الديسكريت، لان لما بضرب دلتات في سيجنال بتديني الدلتات نفسها بس واخده امبليتيود السيجنال. مش دي بروبرتي كده شرحتها دكتور نانسي؟ الضرب في دلتا، الضرب في دلتا بيعمل ايه يا شباب؟ الضرب في دلتا بيعمل ايه؟ ها؟ لما بضرب في دلتا ايه اللي بيحصل؟ لما بضرب في دلتا اللي بيحصل ان الاوتبوت بيطلع هو الدلتا بس بتاخد الامبليتيود بتاع الانفورميشن. ليه؟ لان حضرتك مثلا عند تايم تي اس عملت ايه؟ عند تايم تي اس عملت ايه؟ ضربت القيمه دي اللي هي واحد، ها؟ في القيمة اللي قصادها هنا، فطبيعي ان واحد في القيمة دي يديك مين؟ القيمة نفسها، عشان كده القيمة دي هتلاقي هي دي نازلة هنا اهي. فاهمين ولا اشرح تاني؟ عيد تاني ولا فاهمين؟ فاهمين، بس عايز حضرتك بس التي اس تاني. كنا بنعمل الاي مثلا لو بواحد بتتشفت يمين بتبقى التي اس مثلا بتبقى 2 تي اس. بص بقى، لو الاي بواحد، لو الاي بواحد يبقى المعادلة بقت دلتا اوف تي ناقص تي اس. طبعا انت عارف ان الشيفت لما بيبقى سالب يبقى ده معناه يمين، عشان كده دي عند اي بتساوي واحد هتبقى دلتا اوف تي ناقص تي اس باختصار اللي هي الدلتا دي. تمام، شكرا لحضرتك. لو اي بزيرو، لو اي بزيرو يبقى دلتا اوف تي بس اللي هي الدلتا اللي عند الزيرو دي. لو اي باتنين يبقى الدلتا اوف ايه؟ اوف تي ناقص 2 تي اس اللي هي الدلتا الثانيه دي. طب لو الاي سالب، لو الاي سالب واحد، لو الاي سالب بتروح شمال يبقى دلتا اوف تي زائد تي اس. لانه انتوا طبعا خدتوا مع دكتور نانسي ان البلاس ده معناه شيفت تو ذا ايه؟ تو ذا ليفت مش تو ذا رايت. يبقى دي الدلتا اللي على الشمال هنا. خلي بالك يا باشمهندس في المساله، لما تجي لك المساله في الامتحان انت مش مطلوب منك تقعد تقول لي عند اي بواحد واي باثنين خالص خالص خالص. ده انا بشرح لك بس السمشن بتاع الدلتا ده اترسم كده ازاي، لكن في الاخر انت بترسم لي الدلتات كلها امبليتودها كام؟ ها؟ الدلتات دي كلها امبليتودها كام؟ واحد. طب وبتتكرر كل قد ايه الدلتات دي؟ كل تي اس، فمثلا بنبقى عاملين تمام يمين وشمال بس كده، وتروح ضارب لي دي في دي تطلع دي. انا بقى بوضح لك ان الدلتات دي عشان امبليتودها واحد، فلما بتتضرب في السيجنال الواحد بيتضرب في القيمه اللي قصاده، فالريزلت بتطلع دلتا برضو بس الامبليتيود بتاعها ما بقاش واحد، بقى مين؟ بقى القيمه اللي قصاد الواحد، لان انت لما بتضرب واحد في الرقم بيطلع الرقم نفسه، صح كده ولا ايه؟ اهو تمام، شايف؟
تمام الحمد لله. بس كده يبقى الاوتبوت بتاعك هو الام اس اللي هو السامبل دي سيجنال، ده الاوتبوت بتاعك اللي هو الام اس السامبل دي سيجنال. يبقى ده الانبوت ودي الدلتات، اضرب الانبوت في الدلتات يطلع السامبل دي سيجنال. صعبه؟ لا تمام. مش صعبه. المعادله بقى بتاعت التايم دي ليها فريكوانسي ولا ملهاش؟ معادله التايم دي ليها فريكوانسي ولا ملهاش؟ ليها فريكوانسي. مش هدخل كل المعادله جت منين خالص، مش هرخم عليك. الفكره كلها ان انا عايزك تفهم بس المعادله اللي قدامك. المعادله دي بتقول ايه يا شباب؟ بتقول انه السامبل دي سيجنال دي في الفريكوانسي دومين. خلي بالك مين السامبل دي سيجنال يا شباب؟ هل السامبل دي سيجنال دي الكونتينوس الاصليه ولا الديسكريت فيرجن؟ الديسكريت. حلو. الديسكريت ده شكلها في التايم دومين، شكلها هيكون ايه في الفريكوانسي دومين؟ اهي المعادله بقى بتقول لك شكلها هيكون ايه. طب شكلها هيكون ايه؟ المعادله دي كده افهم منها انه ام اوف اف الاصليه، انتوا عارفين يا شباب ان الانفورميشن الاصليه اسمها ام اوف تي. ام اوف تي لها ايه؟ لها ام اوف اف. وبعد السامبلنج بقى عندي الديسكريت فيرجن اسمه ام اس اوف تي، وام اس اوف تي هيبقى ليه فريكوانسي اسمه ايه؟ اسمه ام اس اوف اف. ايه العلاقه بقى بين ام اس اوف اف، بين ام اس اوف اف وبين ام اوف اف؟ قال لك ان ام اس اوف اف هي ام اوف اف بس متكرره. مين انا عرفت منين انها متكرره؟ من السمشن. اول ما شفت السمشن فهمت ان همسك ام اوف اف دي اقعد اكررها. اكررها كل قد ايه يا شباب؟ كل تي اس ولا كل اف اس؟ كل اف اس، لان انا في الفريكوانسي دومين. لان انا في الفريكوانسي، صح؟ يبقى انا هاجي في الفريكوانسي دومين واقعد اكرر شكل كل اف اس، عند زيرو، عند اف اس، سالب اف اس، فاهم كده؟ واضرب الامبليتيود بتاعه في واحد على تي اس. واحد منكم يقول لي ايه؟ طب انا عايز افهم الكلام ده كويس، عايز اشوفه. اقول له تعالى ناخد مثال. دي ام اوف تي، حلو يا شباب؟ دي ام اوف تي. لت ان ده ام اوف اف بتاعها. طبعا انا هنا مش بمتحنك في الجزء بتاع دكتور نانسي، وبالتالي انا هنا مش هقعد ارخم عليكم في اشكال ام اوف تي ويبقى مطلوب تجيب منها ام اوف اف. انتوا مع دكتور نفسي نانسي خدتوا الفورير ترانسفورم، صح ولا ايه؟ فكان بيبقى عندك ام اوف تي او اكس اوف تي وتجيب لها انت اكس اوف اف، مظبوط ولا يا شباب؟ مظبوط يا دكتور. انا هنا مش هركز قوي على الترانسفورم، دكتور نانسي هي اللي مركزه عليه وهتسالكم وهتحط لكم سؤال على الكلام ده. انا هنا مركز على ايه اللي هيحصل. اللي هيحصل ان السيجنال دي في التايم دومين ليها السيجنال دي في الفريكوانسي دومين. لغايه هنا انا ما شرحتش اي حاجه، ماشي. السيجنال دي بقى انت عملت فيها ايه؟ السيجنال دي عملت فيها ايه؟ رحت انت جاي ضربها في دلتات اللي هي الكومبو فانكشن عشان تتحول ديسكريت، فبقت السيجنال بدل ما بقت كده بقت كده، اتحولت ايه؟ ديسكريت. خدت انت السامبل فاليو دي، وخدت السامبل فاليو دي، وخدت السامبل فاليو دي، وخدت دي، انتوا فاهمين كده؟ خدت دي وخدت دي ان سو اون. يعني خدت سامبل كل قد ايه؟ كل تي اس. طبعا دي عند الزيرو مثلا يبقى دي تي اس، 2 تي اس، 3 تي اس. طبعا هنا يا شباب انا قصدي ان الفرق بين دي ودي تي اس، فطبعا دي 3 تي اس ودي 2 تي اس، يبقى المسافه بينهم ايه؟ تي اس. ماشي. السؤال بقى لو ده السبيكترم بتاع الاصل اللي هو ده، السؤال لما انت حولت ده لديسكريت هل السبيكترم هيفضل زي ما هو ولا هيتغير؟ يا دكتور نانسي شرحت لكم في الفورير ترانسفورم ان انا لما بعمل اي تغيير في شكل التايم لازم يحصل قصاده تغيير فين؟ في الفريكوانسي كورسبوندنجلي. فحضرتك التايم دومين اتغير ولا ما اتغيرش؟ اتغير، لان انا حولته من الكونتينوس للديسكريت، فطبيعي ان الفريكوانسي يتغير. سؤال بقى ايه اللي هيحصل؟ المعادله بتقول ايه؟
المعادله بتقول ايه؟ اهو الفريكوانسي اهي، انقلها لي هنا لو سمحت اهي عشان تبقوا مركزين معايا. المعادله بتقول اهي 1 على تي اس سميشن بتاع ام اوف اف ناقص اي اف اس. ماشي، تعالى بقى يا سيدي ادي المعادله اهي. المعادله دي معناها ايه؟ معناها ان ام اوف اف دي هقعد اكررها. الام دي متسنتره فين يا شباب؟ عند الزيرو، صح؟ هتقعد بقى تكررها كل قد ايه؟ كل اف اس. حد فاهم حاجه؟ ما هو ده معنى المعادله اهو. وهزود لك عليها كمان، لو فرضنا ان الامبليتيود ده الفا يبقى الامبليتيود ده هيبقى كام يا شباب؟ حد يقدر يقول لي؟ ان الفا، لا الفا في واحد على تي اس. باشمهندس المعادله بتقول ايه؟ اكرر ان، اكرر ام كل اف اس واضرب في واحد على تي اس. فهمت يا باشمهندس؟ فانا باخد الام اوف اف دي اكررها واضربها في واحد على تي اس. فهمت ولا لا؟ اضرب امبليتيودها في واحد على تي اس. فلو فرضنا ان الامبليتيود هنا كان الفا يبقى هنا الفا في واحد على تي اس. فاهم حاجه ولا صعبه كده؟ تمام حضرتك. ده الايديال ايه؟ الايديال سامبلي. طيب سؤال بقى، انت باعت لي كونتينيوس ولا باعت لي ديسكريت؟ كونتينيوس يا راجل. انت باعت ايه في الاخر؟ انت حولت الكونتينيوس لديسكريت، يبقى انت باعت لي كونتينيوس. ايوه، انت دلوقتي باعت لي ديسكريت، صح؟ ديسكريت تمام. انا مطلوب مني اعمل ايه؟ حولها كونتينيوس، ارجعها تاني كونتينيوس. ارجعها كونتينيوس ازاي؟ بص بقى، مش احنا اتفقنا ان الشكل ده الفريكوانسي دومين بتاعه، والشكل ده الفريكوانسي دومين بتاعه. لو انت عايز ترجع ده لده كانك عايز ترجع ده لده، صح؟ ازاي بقى ارجع ده لده لاصله؟ لو باس فلتر، لو حضرتك حطيت له باس فلتر هنا هترجع ده بس، وكل دول هيتشالوا، يبقى انت رجعته تاني لايه؟ لاصل. يبقى عمليه الريكونستراكشن يا شباب بتتم من خلال ايه؟ السيجنال ريكونستراكشن بتتم من خلال ايه؟ لو باس فلتر. قال لك بس خلي بالك، عشان اقدر ارجع السيجنال دي لاصلها لازم اكون محقق الكونديشن اللي انا قلت عليه. ليه؟ ممكن لو سمحت ترسموا انتوا معايا الرسمه ديت ان جنرال اكتر شويه. يعني هنا ادي الاصليه اهي بي وسالب بي. لما بعمل سامبلنج في التايم الفريكوانسي بيحصل له ايه؟ يعني لما انت بتحول الكونتينوس لديسكريت في التايم الفريكوانسي بيحصل له ايه؟ ها شباب، محدش فاهم؟ مش احنا قلنا ايوه يحصل ايه؟ بيقطع بس طيب. لما بنحول الكونتينيوس لديسكريت ايه اللي بيحصل للفريكوانسي؟ بيتكرر، صح؟ يعني هيقعد يتكرر كده، مظبوط؟ تمام. يمين وشمال بيتكرر كل قد ايه يا باشمهندس؟ كل اف اس مفروض. حلو، معنى كده ان السنتر ده بدل ما كان زيرو بقى السنتر ايه؟ اف اس. طب ال- 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 النقطه دي كانت بي، هنا هتبقى ايه؟ اف اس بلس بي. ودي اف اس ماينس بي. حلو، دلوقتي انا لو هرجع دي لاصلها بفلتر، هل في مشكله ممكن تقابلني؟ اه، شوف لغاية ما النقطة دي تيجي عند النقطة دي مفيش مشكلة. المشكلة لو دخلوا في بعض. هنا أنا فارض إن النقطتين مالهم يا باشمهندس هنا في الرسمة دي. في الرسمة دي فارض النقطتين مالهم. جنب بعض بس مش داخلين في بعض. لازقين في بعض بس مش داخلين في بعض. يعني إيه إيكوال؟ صح؟ هم لازقين في بعض ده معناه إن هم إيكوال.
يبقى انا عملت ايه يا باشمهندس؟ خليت اف اس ناقص بي تساوي بي. طب لما اف اس ناقص بي تساوي بي يبقى الاف اس بتساوي ايه؟ بي. اللي هو مين بقى يا باشمهندس؟ اللي هو نايكوست حاله الايكوال. طب الرسمه دي انا مخليهم متساويين ولا واحده فيهم اكبر من الثانيه؟ الرسمه دي يا شباب مخليهم ايه؟ واحده اكبر من الثانيه. مخلي اف اس ناقص بي اكبر من بي. ما انا دي هنا هي يا شباب ودي هنا هي، صح ولا ايه؟ يبقى الاف اس اكبر من ايه؟ من 2 بي. ومن هنا بقى فهمت ايه انت؟ انك لما بتبعد دي عن دي يبقى اف اس اكبر من 2 بي. لو لزقوا في بعض كده يبقى اف اس بتساوي 2 بي. امال لو اقل بقى، لو اف اس اقل من 2 بي ايه اللي يحصل ما بينهم يا شباب؟ يخشوا في بعض. لو دخلوا في بعض بقى مش هتعرف ترجع السلم. عشان كده انا بقول لك الريكونستراكشن ممكن تعمله بمنتهى البساطه باستخدام لوس فلتر، بشرط ان الكونديشن ده يكون متحقق. فهمتوا؟ اهو طبعا الرسمه الاولانيه دي ايكوال اللي هي النايكوست، والرسمه دي انا مديك الدنيا لطيفه خالص وبقول لك ان هم بعاد عن بعض. يعني اف اس ناقص بي اكبر من بي، يعني اف اس اكبر من 2 بي. طبعا الرسمه دي يا شباب فيها عيب بالنسبه لنا اللي هي حاله النايكوست دي. ايه العيب ده؟ العيب ده ما مش هتعرفوا تتوقعوه، فانا هقول لكم العيب ده يا شباب ان الفلتر بتاعي لازم يكون ايديال عشان ما ياخدش من اللي جنبي، لان انا عايزه ياخد دي بس. ماشي كده؟ بس حقيقي الفلتر بيبقى عامل كده، بيبقى ليه نازله كده، مفيش حاجه اسمها ان الفلتر ايديال براكتيكال يعني. عشان كده نايكوست ده يعتبر على الورق بس، بس انا ما ينفعش اشتغل عند النايكوست، لازم اشتغل عند اكبر من نايكوست، لان الفلتر بيبقى ليه النازله دي. بالمناسبه النازله دي كده اللي هي دي، يعني انه مش نازل شارب يعني كده، نازل كده. ده هو كلمه الرول اوف دي، عشان بس لما تقابلكوا الكلمه دي ما تستغربوش. انا قلت ان الفلتر بيبقى ليه رول اوف. فين هي؟ اهي الرول اوف دي، ان الفلتر ليه نازله. عشان بس ما حدش يقول لي يعني ايه نون ايديال فلتر ويز رول اوف. الايديال ان الفلتر يبقى ريكت. لو الفلتر ريكت هعرف اخد السيجنال الاصليه واشيل الباقي حتى لو كانوا لازقين في بعض، فاهمين؟ لكن الفلتر النون ايديال اللي هو العادي اللي بيبقى ليه رول اوف، ده اللي ليه النازله دي رول اوف، دي معناه اللي هي النازله دي نفسها ما ينفعش يبقى هما لازقين في بعض، لانهم لو لازقين في بعض يبقى ده معناه ان الفلتر هياخد من اللي جنبي. فهمتوا؟ فما ينفعش الفلترين سوري ان الاوريجينال والريبيتد فيرجن اللي عند اف اس يبقوا لازقين في بعض، والا الفلتر هياخد منها ويحصل ديستورشن. ماشي كده؟ يبقى الريكونستراكشن بنستخدم لو باس فلتر، ولكن اللو باس فلتر ده بيتطلب ان الاف اس تكون اكبر من 2 بي وليس ايكوال، وانه لو ايكوال، لو اف ايكوال اللي هي حاله النايكوست يبقى لازم الفلتر يكون ايه؟ لازم يكون ايديال لو باس فلتر. طيب لو الاف اس بقى الاف اس اقل من 2 بي، ده معناه ان انت لما جيت تعمل ريبيت ايه اللي حصل؟ دخلوا في بعض بقى يا شباب، حصل اوفرلاب. النقطة دي اللي هي بي والنقطة دي يا شباب اللي هي المفروض اف اس ناقص بي، فانت دلوقتي مخلي اف اس ناقص بي اقل من بي، وبالتالي الاف اس اقل من بي. لو انت لو دخلوا في بعض بنسمي التداخل ده اوفرلاب، بنقول على التداخل ده اسمه ايه؟ اوفرلاب. ده اسمه ايه بقى المشكلة دي؟ اسمها ايه؟ اسمها اليزم. يبقى الاوفرلاب اللي بيحصل في الفريكوانسي دومين نتيجه ان انت ما حققتش الكونديشن بتاع السامبلينج بيعمل ايه؟ بيعمل اليزنج. ايه يا دكتور الاليزنج ده؟ الاليزنج ده معناه ان حصل اوفرلاب. طب ايه معيب ان يحصل اوفرلاب؟ ايه المشكله يعني؟ المشكله انك لو جيت تاخد بقى السيجنال الاصليه، لا انت مش هتلاقيها اصليه، ده انت هتلاقي في حته هنا في اتنين
اتجمع على بعض، الاثنين اللي اتجمع على بعض دول بقى شكلهم بيطلع عامل ازاي؟ اهو يا شباب لما دي سيجنال الاصليه، حضرتك لما جيت تعمل ريبيت بإف إس غلط دخلوا في بعض، التداخل ده خلى المجموع بتاعهم ده اهو. بص دول لما يتجمعوا يدوني الشكل اللي فوق ده، فتلاقي نفسك لو جيت تحط فلتر هنا تلاقي نفسك بترجع شكل تاني خالص. عامل ازاي الشكل اللي عامل كده؟ حد متخيل عامل كده؟ يعني انت مرجع لي سيجنال عاملها عامله كده وهي اصلا كانت عامله كده، يبقى حصل تغير في الشكل ولا ما حصلش؟ حصل. بسبب مين بقى؟ بسبب الاجهزه. طب انا بشرح كل ده ليه؟ بشرح كل ده عشان اقول لك ان اف اس لازم تكون اكبر من او تساوي 2 بي، ما ينفعش تبقى اقل، لانها لو اقل هتحصل المصيبه دي. فهمت ولا نقول تاني؟ انا قلت لك قول لي ايه مشكله الاليزنج، هتشرح بالرسم زي ما انا راسم كده مع كلمتين مختصرين للي انا قايله ده، ماشي؟ طيب عشان نحل المشكله دي بتاعت الاليزنج لازم نعمل ايه؟ لازم نضمن حاجتين، ان السيجنال الاصليه اصلا ليها ليميت باندويث، يعني السيجنال الاصليه ليها بي، وده هيحصل ان انت اصلا تكون عامل لها فلتر ومظبطها ان هي من سالب بي لبي السيجنال الاصليه، وتاني لما تيجي تعمل سامبلنج تبقى اف اس اكبر من ايه؟ من 2 بي، يعني تضمن دي يبقى مش هيحصل اليزنج. الفلتر بقى اللي بيعمل ليميت ده بيسموه يا شباب انتي اليزنج فلتر، يبقى الفلتر ده اللي بيعمل ليميت للسيجنال الاصليه عشان يبقى ليها بي، وبالتالي تعمل انت ديزاين ان الاف اس تكون اكبر من او تساوي مين؟ ال 2 بي، ماشي كده؟ طيب نكمل بقى. ده النوع الاولاني اللي هو الايديا، بعد كده الامور ابسط كتير. الناتشرال بيعمل ايه يا شباب؟ قال لك بقى ثواني، انت دلوقتي شرحت لي الايدل، بس الايدل ده سموه ايدل ليه؟ سموه ايدل لان كنت بتضرب في دلتات، والدكتوره نانسي قالت لكم ان الدلتات دي حاجه ايدل اللي هي الامبلس فانكشن، فقال لك خلاص بص انا مش هضرب في دلتات، انا هضرب في ريكتات، لان الريكتات دي براكتيكال سيجنال بدل مين؟ بدل الدلتا. يبقى ايه اللي حصل يا شباب؟ اللي حصل ان الكارير بتاعي بدل ما كان دلتات بقى ايه؟ بقى عباره عن بريودك بالس. خلاص؟ اهي. البالس دي بقى يا شباب كل قد ايه؟ يعني السنتر ده كل قد ايه؟ ما هو نفس الشرح كل تي اس اهو. طب ليها عرض قد ايه؟ ليها عرض تاو. امال تفرق ايه عن الدلتا؟ الدلتا يا شباب ما كانش ليها عرض، كان العرض بتاعها يعتبر ايه؟ زيرو، يعني كانت واحد برضه، بس هنا تعتبر تاو نفسها بزيرو، يعني هي ما لهاش عرض. هنا ليها عرض، هو ده الفرق بين الدلتا اوف تي وبين مين؟ وبين البي اوف تي، هو ده الفرق. فده الفرق بين الناتشرال وبين الايديال، ان الناتشرال البريودك او البالس بتاعتنا ريكت مش ايه؟ مش دلتا. طيب يبقى هو بدل ما كان سميشن، بدل ما كان سميشن بتاع دلتا اوف تي ناقص كي تي اس، بقى سميشن بتاع ريكت اوف تي ناقص كي تي اس على تاب. طبعا دكتور نانسي قالت لكم الريكت ولا ما خدتوش الريكت؟ ها؟ ريكت معناه ايه؟ معناه ريكتانجلر شيب، سنتر فين؟ عند تي اس. العرض بتاعه كام؟ تاو. يعني لو حطيت كيب زيرو تديني ايه يا شباب؟ لو حطيت كيب زيرو تديني ايه؟ كيب زيرو تديني ايه؟ ريكت دي على تاو، يبقى ريكت متسنتر عند الزيرو وعرضه تاو. طب لو حطيت كيب واحد تديني ايه؟ كيب واحد تديني ايه؟ تديني ريكت ناقص تي اس على تاو، صح؟ هتبقى دي ناقص تي اس، يعني ايه؟ يعني سنتر ده عند التي اس، وبرده عرضه ايه؟ برده عرضه التاو عادي جدا، يعني نص التاو يمين ونص التاو شمال. فاهم يا باشمهندس؟ تمام. الفريكوانسي دومين هيبقى ايه بقى؟ قال لك لا، الفريكوانسي دومين هنا هيبقى ام متكرره، ام متكرره بس مضروبه في سنك. طب سينك عادية ولا سينك ديسكريت؟ سينك ديسكريت. تعرف ترسمه سينك ديسكريت ولا لا؟ دي السينك العادية اهي، بتقعد تقل كده، مش خدتوها؟
السينك الديسكريت بقى ان هي تبقى عباره عن دلتات. المعادله دي معناها ايه؟ وهنشوف ده في المساله اللي هحلها لكم ان شاء الله المره الجايه. معناها ان انت ام متكرره زي الايديال، الام متكرره زي الايديال بس الامبليتود بتاعها مش ثابت، مش واحد على تي اس طول الوقت، ده واحد على تي اس في الاي كي، والاي كي دي بتحسبها من السين. هقول لكم نحسبها ازاي المره اللي جايه ان شاء الله في المساله يعني، ماشي؟ بس في الاخر رسمه توضيحيه، عايز رسمه توضيحيه. بص يا سيدي، ادي الرسمه التوضيحيه بتقول ايه بقى. انت عندك ادي السيجنال الاصليه، لما اضرب السيجنال دي فريكتال يطلع لي الشكل عامل كده. لو سمحتوا، لو حد مش فاهم الشكل ده عامل ازاي او مش واخد باله قوي، تعال نرسمه هنا مع بعض. ادي السيجنال ديسكريت دوتد يعني اهي. وبعد كده انت لما بتضرب في الريكت ده يا شباب، الريكت ده امبليتيود كام؟ واحد. فلما اضرب في جزء من السيجنال اللي قصاد الريكت بيبقى كانه مضروب في ايه؟ في واحد. طب بعد كده السيجنال بتبقى مضروبه في ايه؟ في زيرو. وبعد شويه بتضرب في واحد تاني. معنى كده ايه؟ ان في جزء من السيجنال مضروب في واحد ينزل زي ما هو، وبعد كده زيرو معايا، وبعد كده تاخد الجزء ده زي ما هو. شايف انا بمشي عليه زي ما هو اهو، عشان كده انا رسمتها دوت. فهمتوا؟ بعد كده زيرو هنصون يعني. فهمتوا؟ هو ده الشكل اهو. طب كفريكوانسي دومين اسيوم ان دي ام اوف اف بتاعت ام اوف تي، يعني ده الفريكوانسي دومين بتاعها. فاحنا قلنا الفريكوانسي دومين ده هيتكرر عادي اهو، او نفس الشكل اهو يا شباب، اهو واهو واهو. زي مين بالظبط؟ زي الايديال. احنا في الايديال برضو كنا بنمسك ام اوف اف نكررها اهي يا شباب، يعني ام اوف اف نقعد نكررها مره واثنين وثلاثه هنصور، بس مع اختلاف بقى انك لما تبص للشكل ده هتلاحظ ان ام اوف اف بتتكرر بس الامبليتيود بتاعها ثابت ولا متغير؟ متغير. بنحسب بقى الفاليوز دي منين يا باشمهندس؟ من معادله السين. بتحسبها منين؟ من معادله السين. ودي اللي انا هوريها لكم في المساله بتتحسب ازاي بالارقام. ماشي؟ طيب ده مين؟ ده الناتشورال. اخر نوع بقى في السامبلنج اللي هو مين؟ اللي هو الفلات توب. الفلات توب بقى بيعمل ايه يا شباب؟ بيعمل الاتي باختصار شديد. انت عندك ادي الانفورميشن اهي، ادي الانفورميشن اهي. اللي انا عمال اشرحه دلوقتي ايه؟ ان انت مره كنت بتمسك الانفورميشن دي تاخد منها دلتات، ده مين ده؟ ده الايون. ومره ثانيه تضربها في ريكتات، فقال لك يبقى كان اللي حصل انك كانك خدت حته منها كده، الحته دي كده وتروح نازل بيها كده. يبقى الريكت الامبليتود بتاعه واخد شكل الحته نفسها اهو، واخدين بالكم؟ لكن في الفلات توب بقى بنعمل ايه؟ كاننا عاملين ميكس بين الاثنين. ازاي؟ باخد القيمه بتاعتي اهي اهي زي الايديال ها، بس بعمل ريد واخد الامبليتود ده بشكل ثابت اهو. ايه الفرق بين ده يا شباب وبين ده؟ حد متخيل؟ حد متخيل ولا عايزين نمسحها ونرسمها تاني؟ اهو نمسحها ونرسمها تاني عشان خاطر الناس تاخد بالها. اهو هنا انت بتاخد الشكل نفسه، يعني لو دي السيجنال اهي، ادي السيجنال اهي، فانت ادي الريكت اهو متسنتر عند تي اس، الامبليتيود بتاعه بقى واخد ايه؟ اهو يطلع كده، هتلاقي الامبليتيود بتاعه واخد ايه؟ واخد الشكل نفسه بالدوران ده، بالكيرفيتشر ده. فاهمين؟ هنا لا، هنا ادي تي اس اهي نفس الكلام اهو، نفس الكلام اهو، بس الامبليتيود واخد القيمه اللي في النص دي وثابت عليها، عشان كده اسمه ايه؟ فلات توب. التوب بتاعه فلات. فهمتوا؟ عشان كده المعادله بتاعت التايم دومين هي عباره عن ريكت، يعني ده ريكت وعند 2 تي اس، هتيجي تاخد السامبل فاليو اهي وتثبت عليها كده يا ايه؟
فهمتوا؟ طبعا المفروض ان انا ما اعملش اللي في النص ده سوليد كده، ده مجرد بس ان انا بوضح لكم يعني ان ايه، ان انا خدت الفاليو اللي في النص دي وعملت ايه وثبت عليها كده حوالين الايه الدي اس. فده معنى كده ان هو عباره عن ريكتات بس الامبليتود بتاعها واخد ام اوف تي ولا ام اوف تي اس بقى ام اوف تي اس، لان انا واخد قيمه السامبل نفسها مش الانفورميشن ماشي. ودي الفريكوانسي دومين. الفريكوانسي دومين بقى هكرر ام ايا كان شكلها اهو، ادي ام هكررها زي الايديال اهو. المعادله دي بتقول ان انا اكرر ام اوف اف، لو فرضت ان دي ام اوف اف هقعد اكررها كل اف اس وهكذا واضربها في سنك. خلي بالكوا بقى مش هضربها في سنك ديسكريت، لا ده انا هضربها في سنك كونتينيوس. لما في الناتشرال ضربت في سنك ديسكريت اللي حصل ان الشكل فضل زي ما هو بس امبليتيوده عمال يتغير، يعني مره البيك كبيره ومره البيك صغيره لكن الشكل ما اتغيرش. لكن هنا لا، هنا لما هتضرب ده في ده الريكت بياخد اللي قصاده، يبقى كانك انت خدت الحته دي منين؟ من الريكت اهو. اهو فاهمين يا شباب؟ يعني لما تضرب الريكت في الشكل ده ياخد الحته اللي قصاد الريكت دي. يعني خليني ارسمها لكم اهي بالظبط عشان تاخدوا بالكم، ادي السنك اهي تحتها بالظبط اهي اهو. طبعا السنك بتقعد تقل بقى وانتوا ايه فاهمين الكلام. تعال بقى نعملها بلون تاني اهو، لما اضرب ايه اللي يحصل او بتطلع عامل ازاي؟ انت لما بتضرب ريكت في اي حاجه بتاخد الحاجه اللي قصاد الريكت، فالريكت ده من هنا من اول هنا كده لغايه هنا كده، فلما اضربه في السنك يبقى كاني خدت الحته دي كده. تعالى برضو هنا من اول هنا لغايه هنا كده يبقى كاني خدت الحته دي. اه في حته بوست وحته نيجاتيف مش مشكله بالنسبه لي. هنا طبعا في مشكله. ايه المشكله دي؟ ان الامبليتيود بتاع الانفورميشن الاصليه اتغير، فحتى لو انت جبت فلتر هتعرف ترجعها لاصلها؟ الفلتر هياخد ده فيرجع لك ده لاصل اهو، يرجعه لك اهو. بس سؤال بقى، هل الشكل ده هو ده الشكل الاصلي ولا في فرق؟ في فرق. الفرق ده بنسميه ايه بقى؟ بنسميه سبيكترم ديستورشن او ابيرشر افكت. ابيرشر افكت دي نتيجه ايه؟ نتيجه الضرب في سنك كونتينيوس، فحصلت المشكله اللي انتم شايفينها قدامكم دي. عشان نحل المشكله دي ما ينفعش الفلتر اللي انت هتستخدمه هنا يبقى فلتر عادي. الفلتر ده هيبقى كومبايند معاه ايكوالايزر. طب الايكوالايزر ده عباره عن ايه؟ اولا الشكل ده شكل توضيحي بيوضح لك كل اللي انا شرحته، ادي ام اوف تي وبعدين خدت السامبل وثبتت عليها ايه؟ التوب فلات اهو يا شباب، التوب فلات اهو. وكفريكونسي دومين كاني ده كررت ده وضربته في سنك فطلع واخد شكل الايه؟ السنك. ماشي؟ هنا بقى الفلات توب حصل فيه مشكله الابرشر اير. المشكله دي بنحلها باستخدام ايه يا شباب؟ ايكوالايزر. الايكوالايزر ده معادلته ايه؟ باختصار شديد واحد على الـ UFM. يعني حضرتك كان الشكل الاصلي عامل كده وبسبب الضرب في سنك بقى عامل كده، فانا هعمل ايه عند الريسيفر بقى في الحته دي؟ هعمل ايه بقى عند الريسيفر؟ هضرب في واحد على سنك او واحد على بي، والبي هي السنك، فكاني ضربت في واحد على سنك. فالواحد على سنك معادلته تبقى عامله ازاي؟ تبقى مقلوب. لما اضرب ده في ده يطلع مين؟ يطلع الاصل. يبقى الايكوالايزر ده حل لي المشكله لان انا ضربت في مقلوب تاثير مين؟ تاثير السنك. وبكده يبقى الفلات توب ايه؟ خلص. نيجي بقى انا كده اتعلمت اعمل سامبلنج، عايز اعمل ايه بقى؟ بالس موديليشن. اول نوع في البالس موديليشن اللي هو البالس امبليتيود. البالس امبليتيود ده انت هتغير في ايه؟ في الكارير. طب ما خلاص حضرتك الفلات توب اللي احنا شرحناه ده هو ده البالس امبليتيود. اه والله زي ما هو بالظبط. ان انت عندك ادي الانفورميشن اهي، احنا قلنا بتعمل ايه؟ بتاخد السامبل فاليو دي بتثبت عليه.
تاخد السامبل فاليو دي وتثبت عليها، او تاخد السامبل فاليو دي وتثبت عليها. بس انتم زي ما انتم شايفين كده هيبقى في بلسز بوزيتيف وبلسز يا شباب نيجاتيف طبيعي، لان انا باخد السامبل واثبت عليه. البلس امبليتيود موديليشن بقى قال لك جواه نوعين، في بولر ويوني بولر. البولر هو اللي انا رسمه ده، يبقى الفلات توب اللي انا شرحته ده من شويه هو ده نفسه، هو ده البولر باند. والباور بتاعته بتتحسب ازاي يا شباب؟ ام سكوير اوف تي افرج في تاو على تي اس. طبعا ام سكوير اوف تي افرج دي اللي هي الباور بتاع السيجنال الاصليه، وبضرب في تاو على تي اس يا شباب، لان الادفانتج بتاع البلس موديليشن ان انت بدل ما كنت بتبعت السيجنال الكونتينوس بقيت تبعتها ديسكريت، صح؟ طب ايه ميزه ان انا ابعتها ديسكريت؟ ان انا وفرت في الباور، فنسبه التاو على تي اس دي نسبه التوفير اللي انت عملتها. طبعا يا تكتبها تاو على تي اس يا تكتبها تاو اف اس، يا تكتبها تاو على تي اس يا تكتبها ايه تاو اف اس. ده اللي هو ازاي نحسب الافرج باور. في بقى البولر بان، ده البولر سوري اليوني بولر بان. لاحظوا والله لو مركزين هتلاحظوا ان البولر بان واليوني بولر بان دول شبه الدبل سايد باند والام، لانه هنا بيقول لي اليوني بولر ده عباره عن ايه؟ مفيش، ان الام دي قبل ما تضربها في الريد اجمع عليها ايه نوت، وبالتالي مفيش حاجه اسمها ان يبقى في ريكتات بوزيتيف. فاهمين ازاي؟ ما ينفعش يبقى في ريكتات بوزيتيف كده وريكتات نيجاتيف، ده هيطلع كل الريكتات بوزيتيف، كلها بوزيتيف. يبقى كاني عملت ايه يا شباب؟ عملت شفت. خلي بالكم الريكتات دي في الاخر واخده شكل الساين ويف الاصليه، بس الفكره ان بدل ما كانت فيها بوزيتيف ونيجاتيف كده بقت ايه؟ بقت كلها بوزيتيف، فانا جمعت عليها الكونستر وظهر لي البارامتر الموديليشن اندكس اللي هو برده ام بيك على اي نوت برده. والباور القانون بتاع الباور ده هو نفسه بتاع الاي ام، بس طبعا انتوا عندكم هنا اي نوت بلس ام سكوير افريج. خلي بالكم بتاع الاي ام كان بيبقى فيه على 2 لو حد فاهم. طب ليه كان بيبقى فيه على 2؟ عشان الكارير كان كوزاين، الاثنين دي كانت بسبب ان الكارير كوزاين. هنا مفيش على 2، هنا هي اي نوت زي ام اوف تي سكوير افريج، بس هنضرب في ايه برضو؟ في الفاكتور تاو اف اس او اللي هو تاو على تي اس اللي هو نسبه الريدكشن اللي حصلت في الباور. طب الباندويتس هنحسبه ازاي؟ الباندويتس بتاع البام يا شباب سواء بولر او يوني بولر بيساوي 1/2 تاو، حيث ان تاو عرض البلساي. بس كده ما بقاش بقى 2 بي ترانسميشن باندويتس، هنا ما بقاش 2 بي زي الاي ام ولا 2 بي زي الدلتا اف في الاف ام والبي ام، امال بقى ايه؟ بقى 1/2 تاو في البام سواء بولر او يوني بولر. اخر حاجه بقى اللي هو البي تي ام. بقى البي تي ام ده جواه حاجتين اللي هو البلس تايم موديليشن وجواه البلس ديوريشن موديليشن والبلس بوزيشن موديليشن. دول النوعين التانيين وبيتشرحوا مع بعض. ليه؟ لانهم بالظبط كده عاملين زي الاف ام والبي ام. فبيقول لك ايه؟ انا برضو هاخد السامبل فاليو، بس قصاد السامبل فاليو دي هغير في ايه؟ قصاد السامبل فاليو دي هغير في ايه؟ مش في الامبليتود بتاع البلس بقى يا شباب، مش بقى تلاقي الامبليتود كده كبير وبعدين صغير وبعدين زاد تاني وبعدين قل تاني، لا ده انت هتلاقي العرض نفسه هو اللي بيتغير. اهو العرض عمال يزيد اهو، زاد ليه العرض هنا قوي؟ لان الامبليتود هنا كبير قوي. طب هنا الامبليتود صغر، العرض صغر، يبقى اللي بيتغير هنا ايه؟ الويتس. هنا بقى ايه اللي بيتغير؟ البوزيشن. طب مين اللي قال لي ان البوزيشن بيتغير؟ المفروض ان انا دايما كنت برسم البلس دي سنتر فين يا شباب؟ زيرو. ها وتي اس واثنين تي اس وثلاثة تي اس. لو انت ركزت ادي زيرو تي اس واضح ان في مشكلة كده. تمام الصوت رجع تاني. تمام يا دكتور. حلو. هل البلس دي يا باشمهندس البلس دي متسنطرة عند التي اس ولا جاية يمين شوية؟ واخد بالك ولا لا؟ اهو
ده هل البلس دي شباب متسنتره ولا لا؟ البلس دي سنتر دي فعلا عند النقطه دي ولا من... ها لا يا دكتور. طب اللي قبلها بقى متسنتره ولا كان كلها يمين التي اس اهي؟ كلها يمين. يبقى اذا مره يمين خالص اهي يا باشمهندس صح، ومره يمين جزء صغير، فهمت؟ طب دي بقى يمين جاي يمين شويه ولا جاي شمال شويه؟ شمال. خدت بالك؟ يبقى اذا البوزيشن بتاع البلصايه هو اللي بيتغير، ده اللي هو مين بقى؟ البي ام. البي دي ام والبي بي ام ليهم ايكويشن. الايكويشن بتاع البي دي ام اللي هو خلي بالك بي دي ام دي اختصار بلس ديوريشن او بلس ويتس، تقولها كده او كده مش فاهم. تقدر تقول لي يا باشمهندس الشكل اللي قدامك ده لو عايز اكتب له معادله هتبقى ايه؟ مش ده في الاخر ريكت بيتكرر؟ ريكت عمال بيتكرر اهو صح؟ ريكت عمال بيتكرر، بس الريكت ده ايه اللي بيتغير فيه؟ العرض. عشان كده لو جيت تبص على معادله البي دي ام هتلاقي معادله البي دي ام عباره عن ايه؟ ريكت امبليتيودو ثابت وبيتكرر كل تي اس، بس مين اللي متغير فيه؟ التاو، العرض بتاعه تاو. طب تاو دي معادلته ايه؟ تاو دي تاو نوت زائد كي دي ام اوف كي دي اس، دي المعادله. على فكره المعادله دي شبه معادله الاف ام، اف اي بتساوي اف سي زائد كي اف ام اوف تي. ام اوف كي تي اس كي اف بقت كي دي، وكي دي اسمها بلس ديوريشن سينستيفيك، كي اف كان اسمها فريكونسي سينستيفيك، نفس الكلام. والاف سي دي كونستانت هنا تاو، لان انا هنا بلعب في التاو مش في الاف. فالمعادله دي شبه المعادله دي بالظبط. عشان كده بقول لكم البلس ويتس ده زي وزي مين؟ زي الاف ام، قريب منه. طيب دي كده المعادله بتاع البي دي ام. طب الباور نحسبها ازاي؟ قال لك الباور هتبقى ايه؟ نوت سكوير تاو افريج تاو كي افريج على تي اس، وهوري لكم تاو كي افريج دي بنحسبها ازاي في المساله ان شاء الله المره اللي جايه. طب ليه كده؟ لان في الاخر انت عمال جايب لي بلسز، مره البلس عريضه مره البلس رفيعه، مره عريضه مره رفيعه، ما هي كده انت بتلعب في العرض. فالفكره ان انت خدته مع دكتور نانس ان لما يبقى عندي بلس بتتكرر الباور بتساوي الانرجي اوف وان بيريود على البيريود. فالانرجي اوف وان بيريود خدتوها ايه؟ بتاع ايه بقى يا شباب؟ ها؟ ماشي. ها هنا بقى انتوا خدتوا الانرجي اوف وان بيريود سكوير تاو على تي عشان تجيب الباور بتاع البريودك بلس مع دكتور نانسي. كل اللي حصل هنا ان تي هنا هي التي اس، لان البلسز دي بتتكرر كل تي اس، وان التاو دي مش ثابته، دي عماله بتتغير، عشان كده هناخد لها افريج عشان هي بتتغير، وده القانون بتاع البي دي ام. تعال بقى للبي بي ام. البي بي ام بقى لا، الامبليتيود ثابت والعرض ثابت، امال ايه اللي بيتغير؟ البوزيشن اللي هي تي كي بقى مش تاو كي. تي دي بوزيشن يا شباب، تي دي مكان، تقول لي انا هنا انا هنا، يعني دي بتحدد لك الايه؟ البوزيشن. المعادله بتاع تي كي كي تي اس زائد تي دي زائد كي بي ام اوف كي تي اس، برضو هتلاحظ ان هي شبه اللي فاتت بالظبط بس مع اختلاف البارامتر، حيث ان تي دي اللي هي البوزيشن ديلي، والكي بي اللي هو البلس بوزيشن ايه؟ سينستيفيتي. ماشي، ده اللي هي المعادله بتاع البي بي ام. الباور بقى هنا سهله بقى، اي سكوير تاو على تي. ليه بقى؟ لانه ما اللي بيتغير البوزيشن فمش هياثر على معادله الباور، فالعمليه هنا سهله قوي. طب الباند ويتس يا شباب كام؟ قال لك الباند ويتس مش واحد على 2 تاو بقى، احنا خدنا الباند ويتس بتاع البام اكبر من او يساوي واحد على 2 تاو اللي هو العرض بتاع البلصايه. هنا بقى الباند ويتس واحد على 2 تي ار. طب مين التي ار دي يا شباب؟ طبعا حضراتكم عارفين، مش عارف خدتوا دي عندكم ولا لا، بس انا بوضحها. البلس دي ايديال، امال الشكل البراكتيكال بتاعها ايه؟ لا، انها لها طالعه كده وليها نازله كده. في حاجه اسمها الرايزنج تايم اللي هي التي ار بقى، دي اللي هي مين؟ الرايز تايم. خلاص، اللي هي الرايز تايم اللي هي التي ار. الرايز تايم دي بيجيبوها ازاي يا شباب؟ الماكسيمم ده لو ايه
بيجوا عند 0.1A وعند 0.9A، يعني 10% من الـ A يقطع هنا و 90% من الـ A يقطع هنا، يوم ينزل كده وينزل كده يطلع مين؟ يطلع الـ TR. بس ما تقلقوش انا حدها لكم يعني كفاليو، مش هطلب ان انت تحسبها بالطريقه دي، بس انا بفكركم مين هي الرايز تايم، وكان في قصادها هنا الفول تايم بقى لانه هنا بينزل مش بيطلع. ماشي، ده اللي هو حساب الايه الباندويث. هنعمل جينريشن ازاي؟ الجينريشن ده هقوله المره الجايه مع المسالتين عشان بس مهم جدا وممكن يجي كسؤال نظري في الامتحان. بالمناسبه بترسم البلوك دايجرام وتشرحه بالرسم بس كده، نخليه المره الجايه مع المسالتين. في اي سؤال يا شباب؟ دكتور لو سمحت، انا البنت اللي كنت سالت حضرتك المره اللي فاتت على موضوع النظري وحضرتك قلت لي هترد عليا ان شاء الله المره دي. ما انا قلت اهو، ما انا قلت لك النظري هيجي زي ما احنا